المقر هذا تاع البيض، لان المقر رجع نتاعنا اخيرا، واحنا مفكرين باش نديرو فيها يعني مركب للخيل، كومبلكس بور لو شفال، من بول دو شفال هنا في البيض، لان يعني الكليما ويعني ساعدنا باش نديرو فيه تربيه. وحنا لقينا هذا النادي تاني فيه كل شيء، فيها تقدروا نديرو فيه يعني ارضيه للفروسيه، الفروسيه العصريه والفروسيه التقليديه، والتانيك عندنا ميدان هنا اتساع باش نديرو القدره والتحمل. السيد الوالي والسلطات المحليه ساعدتنا يعني مساعده كبيره يعني هامه جدا، اللي عطاتنا كل الامكانيات اللي درنا باش درنا هذه البطوله.